انا فقط دخلت عند السيد وكيل الملك، خديت الاذن انني نطلع عند الفرقه الوطنيه الاستماع في الواقعه الثانيه في المحضر الثاني في المحضر الاضافي، الاستماع في المحضر الاضافي اللي تعمل عند الشرطه القضائيه، كذلك عند الشرطه الالكترونيه. ما نقدرش نقول انا شنو كاين لداخل، ما عنديش الحق نصرح بحتى شي حاجه. انا كنصرح لكم فيما يخصني انا، سولوني فيما يخصني انا، مرحبا على راسي وعينيا. شنو اللي وقع لداخل؟ ما عرفتش شنو وقع لداخل. انا ما كنتش لداخل، انا دخلت عند السيد وكيل الملك، خديت الاذن ومشيت عند الفرقه الوطنيه. سولوني شنو وقع عند الفرقه الوطنيه، مرحبا. سولوني شنو وقع عند 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 الشرطه الالكترونيه، مرحبا. من هنا انا غير من هذا الفرقه الوطنيه. وقع في الفرقه الوطنيه بخصوص الحسابات الجديدة اللي تفتحات، بخصوص التهديدات، بخصوص الشوار اللي كتنشر، بخصوص حتى انا سخفت. صافي ما قدرت. صافي.